السلام عليكم يا جماعة، احنا الان في السوق القديم كله بسطات شعبية وبكليات وحبوب وحاجات مجففة، اسمه الميركادو، يعتبر اقدم سوق في امريكا الجنوبية، اسمه الميركادو سنترال. سوق قديم جدا جدا يا جماعة، من ايام تشيكي جيفارا وسان مارتين، مليان بسطات ويعتبر سياحي وشعبي في نفس الوقت. الميركادو سنترال يا جماعة 1883 ده تأسس السوق، ميركادو سنترال سنة 1883. جميع أنواع البقوليات والحبوب. السوق ده قديم جدا جدا يا جماعة، يعني أكتر من 150 سنة، ويعتبر سوق شعبي. الحاجات فيه رخيصة جدا جدا، شوكولاتات، بسكوت، تمر، جميع انواع الشوكولاتات يا جماعة، والحلويات والكيك والمعمول والحاجات الحلوة كلها موجودة في السوق ده. ونشوف شوف الجاتو والكيك، حاجات جميلة جدا جدا يا جماعة ورخيصة. ده يعتبر سوق شعبي، يعني غير المولات، مليان كيك ومليان حلويات ومليان حاجات جميلة. السوق ده قديم جدا 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 يا جماعة، يعني تخيل من كام سنة، من اكتر من 150 سنة، وحصل فيه حريق من فترة كبيرة قوي، من 50 سنة كده، وتم تجديد. ولكن السوق على الهيكل بتاعه من 150 سنة، نفس المبنى، مليان بسطرمة وحاجات وزيتون وجميع انواع البقوليات وجميع انواع الحلويات، زي ما انت شايف كده، جاتوهات، دول سوليتشي، اها، بقوليات مجففة وحاجات مجففة، مربى، عصاير، كله اهو، دي شوكولاتات، مليان، دي بقوليات بقى وبهارات وحاجات. شوف والله العظيم في انواع انا ما اعرف اسمها، حاجات جميلة جدا جدا يا جماعة في امريكا الجنوبية. تعرفين دي احنا في الارجنتين النهاردة، شوف البهارات عاملة ازاي، بهارات جميلة جدا جدا فوق ما تتخيل، والله العظيم انواع انا ما عارفها، يعني زي توم مطحون، زي كمون مطحون نوع مختلف اهو. بس هم هنا ما بيحبوش الشطة يا جماعة، يعني الشطة والتوم قليلين جدا هنا استخدامهم، يعني مش كله. بس السوق دون مشكلته حاجة واحدة بس، انه بيفتح الصبح الساعة 8 وبيقفل الساعة 1:30، وبيفتح تاني الساعة 5 وبيقفل الساعة 7:30 مساء، تخيل، ما عدا السبت والحد بيقفل الساعة 11 بالليل. ولكن في حاجات جميلة يا جماعة، شايفين الزيتون وجميع انواع الحاجات المجففة، ده لحم خنزير، استغفر الله العظيم، هما بياكل خنزير هنا. هنا ملابس برضو، بسطة صغيرة، بسطات يا جماعة، دي بسطات، السوق الشعبي، بسطات، شنط، بسطات ملابس، كل حاجة موجودة هنا. كور، دي بسطات صغيرة كده للإيجار، سوق شعبي زي باب مكة كده، زي سوق باب مكة. أهل السعودية، أحلى تحية وأحلى سلام لأهل السعودية وجميع الدول العربية، زي شارع المكاتب في الزقازيق. جماعة بتوع السنغال متجرين بسطات هنا. ساعات البيت جايب الاكل، معلش يا جماعه الكاميرا غصب عني، والله انا ماشي بالكاميرا وماليش دعوه بايه باي حاجه. ولا ألعاب
حاجات جميله. شوف دي باصات صغيره، ايجارها رخيصه يا جماعه والله، ايجارها رخيص جدا يعني. ولا تأجر باسطة من ديك وتشتغل عادي يعني. ملابس، أحذية، تشكيلات يعني، موبايلات. شوف باسطة الموبايلات عاملة ازاي؟ اهي صغيرة. دي باسطة ايه؟ سلاسل وبتاع. أنا ماشي بالكاميرا زي ما قلت. دي سلاسل جماعة بتوع السنغال ايه متأجرين هنا. ده سوق الشعب يا جماعة، سوق الشعب، نظارات، ملابس، أحذية، كل حاجة موجودة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ده سوق الشعب يا جماعة، بسطات صغيرة برضه. شوف أجر البسطة زي دي، هي بسطة صغيرة خالص، موبايلات، أحذية، كل حاجة تتأجر البسطة وتشتغل. وإيجارات رخيصة يعني، شوف لأن ده سوق شعبي مش زي المولات وزي لا 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 لا، ده بيختلف عن المولات. سوق شعبي. احذيه، كله احذيه وملابس، احذيه وملابس، احذيه وملابس، احذيه وملابس، احذيه وملابس، احذيه وملابس، نظارات. اختاروا ملابس يا جماعة، اختاروا ملابس وأحذية. دي بسطات صغيرة، إيجار بسطات. ده من السنغال، بعض المحلات فاتحة وبعض المحلات قافلة. شخص كتب تعليق وعمل لايك وشارك الفيديو، وان شاء الله هنستمر مع بعض معلومات اكتر.